السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل وسلم ألف صلاة وألف سلام على حبيبك وصفيك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، نعود إليكم لنواصل، وغايتنا من هذه الجلسة في هذا الصباح الباكر أن نربي أطفالنا وأولادنا وأحبابنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال محمد بن عبد الله: ربوا أولادكم على القرآن وحب آل بيت رسول الله. نحن مطالبين بأن نربي أنفسنا أولا ونربي أولادنا على أمرين اثنين: على القرآن العظيم وعلى حب رسول الله وآل بيته، فإن ذلك مفتاح للفرج. يحضر معنا شاب أنيق ووسيم، جاءنا من طنجة، وسوف يحدثنا عن هذه المناسبة الطيبة. معنا السي أنس الهبطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طنجة مدينة طيبة ومباركة، وفيها أهل الإيمان وفيها المساجد ودول القرآن. بغينا نعرفوا منكم أنتم في طنجة كيفاش هي الاحتفالات ديالكم كتكون في المناسبة ديال ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ليلة المولد، ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيحيوا الليل، بحال كيقوموا الليل كله بالأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية والأمداح الدينية وقراءة القرآن. الطلبة والأطفال الصغار الكل يقرأ القرآن فردا فردا بالتجويد. فين تقرأوا هادشي كله؟ في المسجد أم في البيت أم في المعهد؟ لا، في جميع مساجد طنجة. سبحان الله. في جميع مساجد طنجة، وأحيانا بعض المساجد في طنجة يصلون العشاء. نعم. ثم يبدأون بالاحتفال ينتهون عند أذان الفجر. ما شاء الله. هذا الاحتفال أش فيه الداخل؟ فيه يعني ما فيه شي حاجة اللي ما مزيناش، كلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمداح، صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن. نعم. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية، هذه كلها مسائل ربانية ومسائل جليلة الذي يستحق منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعلها من أجله، لأنه صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا لما بلغ لنا هذا الدين وهذه الرسالة، عانى كثيرا من المشركين والكفار، لقد آذوه أشد الإذاية، وصلى الله عليه وسلم صبر حتى أتانا بهذا الدين الجليل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فواجب علينا كل الوجوب أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بهذا اليوم فقط، وإنما جميع الأيام، سائر الأيام كلها ضروري نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بدعة، ولا نقول هذا اليوم بدعة، فلا يجب أن نقول هذا اليوم بدعة، لأنه مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول بدعة في هذا اليوم، يعني هذا اليوم نسميه بدعة، فهذا لا يجب. إخواني الكرام، أخواني المستمعين، جزاكم الله خيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يمدحه الله في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا إلا أن نتعلم بعضا قليلا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سي أنس، أنت الحمد لله شاب لازلت في ريعان الشباب، أنت شاب معاصر الآن، بينك وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المئات والمئات والمئات من السنين. أنت الآن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحضر معه، ولكن بغينا نعرف منك ماذا تعرف عن النبي الأكرم، لأنك بعض الشباب في السن ديالك كنسولهم على كبار النجوم ديال الكرة، كتلقى عارف التفاصيل الشديدة. لسولناهم على ميسي مثلا أو أي لاعب آخر، عالمي أو دولي أو وطني أو محلي، غادي يعاودنا بالتفصيل.
عن حياته وعن سلوكه وماذا يأكل وماذا يشرب حتى رقم حذائه، عرف عليه كل شيء. لكن نادرا ما يعرفون تفاصيل على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت شاب في مقتبل العمر، بغينا نعرف منك ما هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في مخيلتك؟ كيف أنت ترى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، صفاته، هيئته، أخلاقه، سلوكه، تصرفاته؟ صلى الله عليه وسلم الحبيب، صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى قلبي، هو أحب الناس إلي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 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 والديه وماله وولده والناس أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا وهو شفيعنا يوم القيامة، فهو لازم علينا أن نحبه أكثر من أي أحد في هذا الوجود صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونذكر بعضا ولو قليلا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تصف لنا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وما انتقم لنفسه، ولكن يعفو ويصفح. كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، لا ينتقم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقد أمره الله تعالى بالحلم والعفو لقوله سبحانه: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحينما قاتله كفار قريش وآذوه أشد الإذاية، وجاءه ملك الجبال واستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم الحبيب، صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لهذا قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحينما وقع فتح مكة ودخل إليها من أبوابها الثمانية، قال لكفار قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأما عن زهده وتواضعه فحدث ولا حرج. فقد كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا يطبخ طعام، بل كان يعيش أهل بيته على الأسودين الماء والثمر. وأكبر شاهد على تقلله من الدنيا وإعراضه عن زهرتها أنه توفي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي، ولم يترك لأهل بيته مالا ولا متاعا. وأما عن تواضعه فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يحب المدح كثيرا والثناء كثيرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما عن حسن عشرته فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة وأوسعهم صدرا وأصدقهم لهجة، كان دائما البشر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لين الجانب، سهل التعامل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب. وقد قال الله تعالى في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فقد كان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه ويقبل الهدية، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ويصافح العبد والمسكين. انظروا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ويصافح العبد والمسكين. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتني مسكينا واحشرني مسكينا وأمتني اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه. ويقبل عذر المعتذرين، ومن لقيه يبدأه بالسلام، صلى الله عليه وسلم. كان لما يسلم على أحد كان يبتسم، ونحن سنذكر الابتسامة، موضع ديال الابتسامة. وكان لا يرى صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، وقد قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر. ما أحوجنا إلى الصدقات، مسألة بسيطة.
فقط الناس مقلقين اليوم، ربما يلتقي بعضهم مع بعض كتلقى كل واحد يهز هموم ومشاكل. نعم. ولا يكاد يبتسم، والنبي الأكرم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. نعم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. نعم نعم. نعم. وما أهوجنا إلى الصدقة، تكتب لك عند الله صدقة وأنت تبتسم، فقط مسألة بسيطة لا تحتاج إليك إلى مجهود وإلى أن تنفق مال ولا أن تمشي في الطريق كثيرا، فقط ابتسم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على هذا النبي الأكرم صلاة دائمين، على هذا النبي المجتبى وعلى آله، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، فاللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. أمين يا ربي يا كريم. إن الصفات والشمائل المحمدية التي يتصف بها سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله لا تعد ولا تحصى، نحن نذكر بعضا منها فقط. أما سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبيرة جدا، نحن نذكر بعضا فقط. كان شديد الخوف صلى الله عليه وسلم من ربه، شديد الطاعة لعبادته، فعبادته على قدر علمه بربه جل علاه، وهو القائل عن نفسه أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فهو كان أعلم الناس معرفة بأمور التوحيد والتنزيه والخشية لربه تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. الله أكبر، ملك ساجد، أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد، سبحان الله. قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فتقول له زوجته عائشة رضي الله عنها كيف تفعل هذا بنفسك صلى الله عليه وسلم، كيف تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان يشكر ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في كتابه العزيز لئن شكرتم، تمعنوا في هذه الآية جزاكم الله خيرا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر يعني ليس الخروج عن الملة، إنما الكفر بنعم الله وجميع ما يكون. نعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر الإله واجب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.